أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على
على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خاطئ
الصدور وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكفي
أكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.